مساء الخير ومرحبا بكم، التحية لكل من يتابع فينا في برنامجنا اليومي تونسنا اليوم السبعة غير ربع الثمانية غير ربع. مازلنا في انتظار منح الثقة لحكومة مهدي جمعة من طرف المجلس الوطني التأسيسي بين مؤيد رافض ومتحفظ، ولكن الأغلب على الظن وأن هذه الحكومة ستنال تزكيت المجلس التأسيسي في آخر المطاف. تحية طيبة لكم مرة أخرى، هذا موضوعنا اليوم اللي نقشوه في تونسنا اليوم مع مجموعة من الضيوف. نحب نرحب بسي بوجمعة الرميلي عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس. مساء الخير سي بوجمعة. أهلا وسهلا. إلى جانب يكون حاضر معنا أو تكون حاضر معنا مدام فادرة النجار عضو الهيئة التأسيسية لحركة وفاء، مرحبا بك. كيف يكون حاضر معنا سي نعمان الفهري نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب أفاق تونس، مرحبا بك سي نعمان مرة أخرى تحضر معنا. كيف طبعا عناصر أساسية في فريق تونسنا اليوم سفيان بن حميدة، جمال العرفاوي. الجلسة العام المجلس الوطني التأسيسي انطلقت اليوم الصباح، وين رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة قدم تقريبا أهم ملامح البرنامج متاعو السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ التفاصيل في هذا التقرير وبعد نبدأ الحديث متاعنا. تحديات بالجملة أمام رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة وفريقه الحكومي، أولهما الملف الاقتصادي والأمني، ملفان لا يمكن الفصل بينهم بحكم تأثير الجانب الأمني المباشر على الملف الاقتصادي وبالتالي على المستوى الاجتماعي، أولويات لم تغب عن خطاب جمعة لدى تقديمه لبرنامجه الحكومي بالمجلس الوطني التأسيسي. إن بلادنا تواجه تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، إن الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الشهيدين شكري بالعيد والحاج محمد الإبراهيمي رحمهم الله شكلت صدمة للتونسيين، وسوف نعمل على تسخير كل الإمكانيات للكشف عن الحقيقة وتقديم كل الجنات للعدالة، وسنعزز في هذا المجال التعاون والتنسيق مع أشقائنا في البلدان المجاورة، ونثمن عاليا ما يبذلونه من إسهام لتأمين المناطق الحدودية المشتركة. وإذا كان الإرهاب يهدد وجود الدولة فإن التهريب والجريمة والتحريض على الفوضى تستهدف كيانها الاقتصادي والمالي. إننا عازمون على التصدي لهذه التهديدات وفرض سلطة القانون وتخصيص الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك. الإقرار بتعطل المسار الاقتصادي للبلاد وبضرورة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يتطلب مراجعة شاملة لاسترجاع قيمة العمل وتنمية الجهات وإنعاش المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات مثل أهداف حكومة مهدي جمعة. ويبقى هذا الوضع وقف النزيف وتدهور الوضع المالي، دفع جلد الاقتصاد، إحداث مواطن شغل، استئناف إنجاز مشاريع البنية التحتية وغيرها من المرافق، تنمية الجهات وضمان توازنها، ترشيد منظومة الدعم وإصلاح أنظمة التقاعد والتأمين على الصحة، إنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية. أدعو من أعلى هذا المنبر إلى تفعيل العقد الاجتماعي الذي تم إبرامه تحت قبة هذا المجلس الموقر في الذكرى الثانية للثورة وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وبالتأكيد سيتعافى اقتصادنا وينمو طالما أسسنا لثقافة العمل. تعهد جمعة بالالتزام بما جاء في الدستور وبخارطة الطريق والعمل على مقاومة العنف والإرهاب وتطوير الوضع الاقتصادي، ولكنه دعا في المقابل إلى توفر مناخ توافقي وهدنة اجتماعية. إذن الجلسة هذه وبعد ما قدم فيها رئيس الحكومة البرنامج متاعو رفعت ثم استؤنفت فيما بعد، ولكن الأخبار اللي نحب نعرفوها ناخذها من زميلتنا عواطف دوح اللي على عين المكان في مقر المجلس الوطني التأسيسي، والحديث على أخبار ممكن تأكد وأنه مش بالسهولة اللي كنا نستناو فيها باش يتم منح الثقة لحكومة مهدي جمعة. ناخذ معنا عبر الهاتف زميلة عواطف دوح. مساء الخير عواطف.
مساء الخير ياسين، مساء الخير لكل مشاهدي قناة تونسنا. يعني تم رفع الجلسة المخصصة لمنح ثقة لحكومة مهدي جمعة على أن تستأنف 6:30، لكن لحد الآن ما زلنا في انتظار عودة جميع النواب للجلسة. خلينا نذكر ياسين أهم ما جاء في مداخلات النواب اللي كانت مخصصة في جلسة اليوم واللي تمحورت بالأساس حول تركيبة حكومة مهدي جمعة وبرنامجها. العديد من التسؤالات يعني طرحوها النواب، خاصة حول وجود أعضاء من بين حكومة مهدي جمعة اللي هما ينتميوا النظام السابق على حد تعبيرهم، وكذلك البعض منهم اللي معروفين بانتمائهم لبعض الأحزاب السياسية. كما طالبوا بعض النواب رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة بتقديم برنامج دقيق وواضح لحكومته. ياسين احتراز كبير كان على وزيرة السياحة، وقال النائب المستقيل نجيب حسني انه ماهوش باش يقبل بوزيرة زارت اسرائيل سواء خيارا او اجبارا، كما كانت مداخلة النائب مهدي جمعة مهدي بن غربية اللي طالب بحل رابطة حماية الثورة والالتزام بخريطة الطريق. في قراءة اولية نجم نقولوا حول التصويت على الحكومة ومنح ثقة، يبدو انه حزب نداء تونس وحركة النهضة والتحالف الديمقراطي باش يسيطوا الحكومة مهدي جمعة، لكن في المقابل نلقاو المسار الحزب الجمهوري تيار المحبة وكتلة وفاة والجبهة الشعبية باش يحتفظوا بأصواتهم. يعني. عواطف أمام ممكن مراجعة بعض الأحزاب الموقفها معناها دعم أو التحفظ أو الرفض المنح ثقة الحكومة، هل ننتظر أنه في صورة ما حظات منح الثقة الحكومة القرار هذا يتم اليوم وإلا يمكن غدوة في إطار مراجعة بعض الأحزاب لمواقفها؟ يعني رفع الجلسة نهائيا لليوم باش تكون من المقرر يعني 8:30، لكن باش يكون بعدها نقطة إعلامية للسيد مهدي جمعة. يعني التوقيت إلى حد الآن هي الختام سيكون 8:30. شكرا لك إذا زميلة عواطف دوح من المجلس الوطني للتأسيس على هذه التوضيحات والمعطيات الأخيرة وجديدة. إذا نفهموا أنه 8:30 يمكن فما كونفرنس دو بريس يعقدها رئيس الحكومة، بوان دو بريس يعقدها رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة. نبدأ معك سي بو جمعة من المستجدات هذه، ممكن غالبية الناس من سياسيين أو حتى مواطنين توانس يقول لك عملنا دستور خريطة طريق توافقنا عليها، منح الثقة للحكومة باش يكون مجرد معنى إجراءات شكلية، ولكن كما قاعدين نشوفوا نتابعوا في جديد فهناك عديد الأحزاب ممكن ترجع في المواقف متاعها وأنه بتمنح ثقتها بسهولة اللي كنت تتحدث عليها. شكرا ومسيك بالخير أنت والمستمعين. مرحبا بك. أهلا وسهلا. كنا ما كانش حتى واحد يتصور تصويت على الدستور 201، يعني كانت مفاجأة. والمهدي جمعة بيدو طرحت عليه قصة وزير الداخلية وتمسك بموقفه رغم ملاحظات جدية من عدة أطراف. علاش؟ أنا نصور وأنه المتدخلين والفاعلين وأصحاب المبادرة في هذا الظرف الوطني يأخذوا بعين الاعتبار شأن اجتماعي وشعبي فيه نوع من التعب ومن الانتظار ومن الأمل، وبالتالي ومع احترامي الكامل لكل الملاحظات حول تركيبة الحكومة والأسماء والأشخاص وغيره، ولكن في النهاية الرسالة اللي يمكن يبعثها المجلس بالتصويت على الحكومة من شأنها أن تلعب دور للحكم لي وعلى الحكومة يعني في تشكيلتها الحالية، لأنه كل الناس بما فيه نداء تونس يقولون أنه الإشارة الإيجابية الأولى المبدئية التي نمنحها للمهدي جمعة وحكومته ليست سكن على بياض، وإنما مساهمة منا في حلحلة هذا الوطن، هذا الوضع الوطني. وتوا نحن فرحة شعبية وعنا يعني تفاؤل، ولكن ثم متابعة ومراقبة عن كثب وعن قرب في كل المبادرات وكل الإجراءات، والخريطة واضحة وجلية ولا لبس ولا غبار عليها.
فيها يعني الأمن والإرهاب والبحث في الاغتيالات وروابط حماية الثورة، هذا من ناحية الأمنية. فيها الإجراءات الاستعجالية من أجل يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشأن الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، وفيها احترام يعني كل ظروف فيما يخص يعني تأمين سلامة العملية الانتخابية. وبالتالي نحن نحتفظ، نحن لدينا كذلك ملاحظات في شأن التسميات وسنحتفظ بها، ولكن سوف لن نعطل المسار. إذا كان حزب نداء تونس يقول وأنه باش نصوت بنعم لمنح ثقة للحكومة، مدام فيدرا كتلة حركة وفاء عندها موقف آخر اللي أنت تعطينا عليه أكثر تفاصيل. في البداية حركة وفاء ما أعطتش موقف واضح من البداية، علاش؟ قالت حتى لين نستنيو البرنامج اللي باش يقدمه السي مهدي جمعة. لليوم ما نعرفوش نصوت ولا لا. وقت اللي سي مهدي جمعة ألقى خطابه وتقدم برنامجه، اجتمعت الكتلة وقرروا أنهم مش في صوته، هذا ما تم أعلن عليه هذا المساء، وقد تم تبرير ذلك من الأسباب اللي مع ترفضهم للتصويت والمصادقة على هذه الحكومة، كونها بالإضافة اللي هي تجمع أطراف غير محايدة، هنالك أطراف من النظام السابق لم يطرح السي مهدي جمعة بوضوح كيف سيقوم بمعالجة ملفات الفساد. مدام فيدرا سامحني لو كان تعطيني أسماء من بعض الوزراء. والله الأسماء ما عنديش، أنا بدي توصي نعمات بحذية قلت وين تنول للنظام السابق. أي تم طرح النظام السابق توا عندنا النظام السابق يقول عليه ومن كان معه معناتها مش عندك شي بعض الاسماء. الاسماء تو مبدئيا انا ما نعرفهمش حقيقه، الاعضاء هذوما اللي تم اختيارهم حتى سي نعمان تو سالته قال لي كيفاش اتفقتوا داخل هذا هو؟ لا ماني مش في الكلام، لست عضوا في المستاسيسي. كيفاش تم الاتفاق داخل الحزب؟ تم الاتفاق هما كي تعرضت عليهم اليوم تم عرض الاسماء وتم توزيع السيره الذاتيه، على اساس السيره الذاتيه فما اسماء عارفوا اللي هما ينتميوا للنظام السابق، بالإضافة إلى كونه عندما قام سي مهدي جمعة بعرض البرنامج برنامج اقتصادي ما تعرضش بجدية لملفات الفساد اللي هي اللي تنخف الاقتصاد. هذه أهم نقطة كنا حابينه يأكد عليها. بالإضافة إلى ذلك احنا حبينا نقوله منذ البداية كون هذه الحكومة احنا متأكدين مش تخلق معجزة، ومتأكدين كونها حكومة ظرفية عندها برنامج ضيق واضح لمرحلة معينة اللي باش توصلنا الانتخابات، ولكن كنا نتمنيه انه يكون على مستوى التركيبة على قليلة معناتها فيها معناتها مبادئ الثورة اللي احنا ننادي بها كحركة وفاة، دي تعرف شعارنا وكل ما لم نجد في برنامجه ما يوحي بذلك، بالإضافة إلى التركيبة اللي حسبت أو الأعضاء المستسيسي وأغلبهم معناتها عبروا كونهم هذه الحكومة فيها أطراف غير محايدة لها انتماءات، كانت لها انتماءات حزبية ولكن ديولوجيا لا زالت تنتمي لتلك الأحزاب. بالتالي أنا حسب تقديري وحسب آخر المعلومات اللي نتوا نسمعوا فيها، ربما إن حظيت هذه الحكومة بالمصادقة فإنها مش تحصل على أكثر من 120 صوت على أقصى تقدير. باهي سي نعمان الفهري، تقريبا قلنا وأنه الاختيار على مهدي جمعة تم في إطار الحوار الوطني بنسبة 3/4 الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي. قلت لي اليوم نحكيه على ناس متحفظة على الحكومة هذه، على الأسماء متاع الوزراء متاعهم وإلا على البرنامج متاعها، هل من أولى وأن النواب هذوما يمنحوا ثقة وتسهيل الأمور للحكومة هذه؟ لأنه تقريبا مناش نحكيه على حكومة دائما متاع عام واثنين وثلاثة، فقط أهم شيء هو استحقاق الانتخابات. دونك علاش هالبوليميك كبير على متحفظ ومؤيد لمنح الثقة للحكومة هذه؟ سؤال سهل لما يطول شرحه، خليني نحاول إن قبل ما نجاوب على السؤال كيفاش وصلنا المرحلة هذه وعلاش مهدي جمعة. مهدي جمعة جاء عن طريق الحوار الوطني اللي هو بيدو جاء بعد نضالات باردو، نضالات الخاصة متاع باردو اللي قالت الحكومة اللي فاتت والتغلغل متاع الدولة في حكومة ما فيهاش كفاءات وهمها الوحيد هو التغلغل في الدولة يزلي فيه البركة، ما نجموش نكملوا كيكا. والدستور متاع 1 جوان اللي سيد الرئيس وقتها قال، سيد رئيس المجلس قال أحسن دستور في العالم، ما مش دستور اللي يحبوا عليه التوانس. بنظر نشكر الشباب
اللي شارك في باردو ونساء اللي شاركوا في باردو والرجال اللي شاركوا في باردو، خطر بفضلك النضال هذاك عدلنا الكفة ولا الحوار الوطني خذي على عاتقه باش يكون فما نوع فما ما فماش حوار متاع أغلبية وأقلية، فما حوار متاع ناس تقريبا يمثلوا التوازنات الموجودة على الساحة السياسية. بفضل هذاك وصلنا وعملنا دستور، دستور الناس كل فرحانين به بما أنه 200 واحد صوت عليه، ونحب نبارك للشعب التونسي على الدستور هذايا ونشكر كل نائب صوت عليه. ومن ثم اتفقنا على شخصية يكون عندها الكفاءة والنزاهة باش تنجم تكون الحكومة هذه. دونك مشينا الناس كل مشينا وصوتنا على الدستور. اليوم جاء سي مهدي جمعة اللي نكنونه كل احترام، وفي الفترة اللي فاتت ورى اللي عنده هو الإمكانية على الأقل القدرة على التسيير باش يقود فريق، خاطر مش سهل راهو باش تقود فريق مش سهل ويلزمك شوية خبرة، وجاب فريق اللي بصراحة فريق فيه 21 وزير وسبعة كتاب دولة دونك نقص، والحق الكفاءات الاقتصادية والتقنية اللي شفناها في الحكومة هذه شيء يشرف شيء يشرف تونس، ما فيش حتى كلام. السيرات الذاتية شفناها وبه تبقى وين المشكل؟ تبقى فما زوز مشاكل، واحنا في حزب أفاق تونس باش نقول لكم على موقفنا بعد لحظه. قبل ما نشوفوا شكون هم الاشخاص نقولوا الحكومه هذه شنو دورها. دورها ثلاث حاجات: الامن، الاقتصاد على الاقل السيطره على الاسعار ونعبيو كاسه الدوله اللي الحكومه اللي فاتت فرغتها، والحكومه اللي فاتت ما مشاتش خاطرها ناس طيبه لا مشات خاطر يلزمها تمشي، ما كانش البلاد مش تفلس باش نبداو واضحين، وتحت الضغط مشات. ثم يلزم دونك يلزم نرجعوا شويه فلوس بالدوله هذه، ما نجم يكون في الفتره هذه كان بالاقتراض. ثم في يلزم تحضير المناخ المناسب للانتخابات بما فيه إعادة التعيينات. البرنامج اللي قاله سي مهدي جمعة فيها الكلام هذايا وإحنا فرحانين به، لكن ناقصوا بعض الأرقام. من شخص كيما سي مهدي جمعة كنا نتذكروا أرقام، كنا ننتظروا أرقام، كنا ننتظروا اللي باش يعطينا مؤشرات نجاح. ايش معناتها مؤشرات نجاح؟ دي زانديكاتور دو سوكسي دو ريوسيت، باش تقول لنا بعد شهرين هاوش باش نكون عملت. احنا في الأمن حاجة واضحة، بعد جمعة شكري بالعيد الله يرحمه النهار 6 فيفري يعمل عام، ما نجموش نكملوا عام وما نعرفوش شكون قتل، والحقيقة الكاملة على شكون قتل شكري بالعيد مش واضحة. وعادة هذا ما يحدث في الدول العالم وفي الإحصائيات الكل، ما نكتشفوش شكون إلا إذا كانوا الناس متورطين مع نفع النظام الحاكم، وقتها ما تعرف شكون. احنا نطلبوا من سي مهدي جمعة قبل نهار 6 فيفري، ومش نطلبوه في المداخلة متاعنا بعد في المجلس الوطني التأسيسي، قبل نهار 6 فيفري أيوة. ولا على في خلال 6 أسابيع أقصى تقدير نعرف الحقيقة الكاملة على مقتل شكري بالعيد والحاج محمد براك. هذا ما جاش، جاء قال باش نعمل لكن ما عطاش سيرتيتود. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية الحق بعض اتفقنا كونه هذه حكومة من ورقة بيضاء، بعض الأسماء جات من الحكومة السابقة وشوفنا بعض المستشارين اللي معاه من الحكومة السابقة، وهذا عنا احتراز عليه. وبما أنه حزب أفاق حزب مسؤول قررنا باش نصوتوا نمنحوه ثقتنا، لكن بشرط كونه في الأمن يوضح لنا يلزم في اقل من 6 اسابيع نعرفوا شكون قتل شكري بالعيد وشكون قتل سي محمد براهيم. في الاقتصاد تو نحكيو شوي اخر فاش ننتظروا، وفي التحييد يلزم نحيدوا حتى وزارته من الاحزاب. على كل مازلنا باش نحكيو باش نعطيكم الكلمه سفيان وجمال، ولكن الاخر الاخبار اللي جينا من المجلس الوطني التاسيسي فانه فما مشاورات خاصه مع حزبي المسار الديمقراطي الاجتماعي وكذلك حزب سي بي ار من اجل المؤتمر من اجل الجمهوريه
لدفعهم نحو المصادقة والتصويت على منح ثقة للحكومة، لأنه تقريبا الأصوات باش الحكومة هذه تنال الثقة يلزمها تقريبا 109 صوت، ولكن فما إمكانية وأنه عدد المصوتين يكونوا ما بين 102 و111. هذه آخر الأخبار. على كل عرفنا مواقف حزب نداء تونس، حركة وفاء، أفاق تونس، مجموعة من الأحزاب الأخرى تختلف من حزب إلى آخر المواقف متاعها. نتابعوا هذا التقرير وبعد نجيكم سفيان وجل. منذ لحظة إعلان رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة عن تشكيلته الحكومية توجهت سهام النقد إليها، وتباينت المواقف بين من يعتبرها حكومة كفاءات جامعة لكل الأطراف السياسية، وبين من يعتبرها تشكيلة تضم أسماء ارتبطت بالنظام السابق وأخرى معروفة بانتماءاتها الحزبية. فوجئنا منا بأسماء كانت مرتبطة ارتباط وثيق بالنظام السابق. نعرف اللي ثم من بين هذه الأسماء من هو عضو مجلس الدستوري، من هو أفتى لحل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ثم عين في مرصد الانتخابات سنة 2009، نجدهم اليوم على رأس وزارات السيادة. فما أشخاص متحزبين، فما أشخاص موالين، فما أشخاص تم فرضهم بعض الأحزاب، فما استمرارية لحكومة ترويكا 1 و2، فما بعض التحفظات على بعض الأسماء. الأسماء هذه نتمناه أنه يكونوا يعملوا بالحيادية وبي الاستقلالية الكافية. حكومة جامعة كل الأطياف السياسية، هي في اتفاق الحوار الوطني وضمن خارج الطريق، هذه الأغلبية المعارضة انتهت مع هذه الحكومة، نحن سنساندها بقدر التزامها ببرنامجها. الانتقادات الموجهة لمهدي جمعة لم تقف حد تشكيلته، بل امتدت إلى برنامجه الحكومي الذي لاقى أيضا انتقادات من قبل طبقة سياسية لن تكون متساهلة معه. هذا إعلان نوايا، معناها إعلان نوايا وإعلان مبادئ، لكن بقدر أهميته ماهوش كافي إذا ما يتحولش إلى إجراءات وآليات. ما يهمنا هو التزام مهدي جمعة بخارطة الطريق، هذا معناها ما سنحاسبه عليه. وكذلك هناك أولويات اليوم لشعبنا، هي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة بالنسبة خاصة على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي خاصة. يمكن تكون لنا بعض التحفظات الجزئية على هذا البرنامج أو حول بعض العناصر في التركيبة، ولكن حيث التوجه العام نعتبر بأن هذه الحكومة يجب أن تكون مسنودة من الجميع. وهو يقول في الآن ذاته أنه حكومة كل التونسيين، نكتشف عبر خطابه أنه حكومة أطراف الحوار الوطني فقط لا غير. بدا جليا أن الطريق صعب أمام رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة. إذن سفيان، تقريبا فما كلمة في التقرير هذايا شدتني، حتى أحزاب اللي باش تصوت لمنح ثقة للحكومة يقول لك باش نصوتوا للحكومة ولكن باش نتبعوها بقدر التزامها بما ورد في خريطة الطريق. هل أنه سؤال سفيان اليوم نحكيه على الحكومة عندها دي دوفوار، واجبات اقتصادية واجتماعية، ولا نحكيه إسانسيلمون على ضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات لطبعا حكومة دائمة؟ هذا مرتبط ببعض. ما نجموش نوصلوا انتخابات إذا ما فماش إجراءات اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية. هو في الحقيقة يلزم نفصلوا ما بين حاجتين، ما بين الخطاب أو ورقة العمل اللي قدمها سي مهدي جمعة اليوم قدام البرلمان قدام المجلس التأسيسي، وما بين تشكيلة الحكومة متاعه. بالنسبة للخطاب، خطاب واضح وستركتوري مخدوم مليح، معناها وحتى إذا ما فماش داخل الخطاب أفكار جديدة، وهذا طبيعي جدا لأنه عندنا توا 6 شهور وإحنا نحكيه إن في شنية المشاكل وشنية وش يلزمنا نعمله كذا، دونك ما كانش ممكن أنه ننتظروا أفكار جديدة، لكن كانوا مهيكلين بشكل جيد وكان خطاب واضح وضوح تام. الخطاب هذايا كان خطاب الحقيقة، ان ديسكور دو فيريتي، اللي عمل ان دياغنوستيك صحيح للمشاكل والرهانات نتاع البلاد، واللي حدد اولويات الحكومه اللي هي الوصول للانتخابات، مراجعة التعيينات، الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب، الوضع الاقتصادي، لكن زاد عليه حاجة أخرى هي
إدماج قيم جديدة نسيناهم في تونس في الفترة الجاية، وخاصة قيمة العمل وقيمة الجهد، وهذا إيجابي جدا وهذا إيجابي جدا. دونك بالنسبة للخطاب جلوبالمون راو إلي بوزيتيف، جو ديري ميم إلي تري بوزيتيف. المشكل إذن في الجانب الثاني اللي هو تركيبة الحكومة. ساعات نشوفوا أنه هو تعيين سي المهدي جمعة فيه إشكال، معناها ما كانش في إطار توافق تام داخل الواحد، ثم أنه بعد ذلك أنا توفي باش ما نحترموش الإجراءات. راو الساعة التعديل الفصل 19 قداش من مرة في ظرف ساعات قليلة، إن وحاجة ماهيش معقولة ذي ماهيش مقبولة. إذا نحبوا نحترموا الإجراءات، فما عدم قيام رئيس الجمهورية المؤقت بمشاورات قبل إعادة تعيين أو إعادة تكليف سي المهدي جمعة. معناها كان من المفروض أنه يعمل مشاورات حتى سورية، لكن تجاوزنا الوقت. ثم هذه المحاولة متاع التصويت على الحكومة بسرعة، وهذا مربوط كما قالوا جمال البارح، مربوط باجتماع البنك الدولي غدويكا، اللي الكونسيسيون اللي عملها لتونس هو أنه يوخر الاجتماع من 9 متاع الصباح للمساعتين متاع العشية. دونك كانت، وهذا مربوط طبعا بمناقشة تسريح الجزء الثاني من قرض البنك الدولي التونس اللي فيه 500 مليون دولار، وهو مبلغ ينجم الاقتراض الاحتيالي سي نعمان كي بوري كونستيتوي اون بوفي دوكسيجين باهيه للبلاد. دونك ديجا سي مهدي جمعة فما مشكله في تعيينه، الاجراءات ما تمش تباعها، الحكومه في تشكيلتها لا تحترم خريطه الطريق. خريطه الطريق تقول انه ما فما حتى حد من الحكومه المنصحبه، اش نلقاو؟ نلقاو فما معناها مشكل نتاع حياديه بعض الوزراء، مشكل نتاع انتماء بعض الوزراء الاخرين، وهي حكومه ابهار. سيت ان غوفرنمون دو سور دوي دو سور ديبلومي، تقولش علينا باش ندخلوا بهم الكونكور دو بوتي. ليه؟ الموضوع اعمق من ذاك، اعمق من ذاك، لانه ممكن الاحتياجات البلاد مختلفه. اليوم شنو هي الوهم؟ شنو نشوفوا انه احزاب تناقش وتقول ايه تقول لا وكذا، لكن انا مستغرب وهذا معقول، لكن انا نتسائل، وممكن مدام فادرة تجاوبني، هل يحق اللي حركة وفاء مثلا باسكو انت مثلا اللي ما صوتتش على النسور، على الاقل رئيسها رفض انه يصوت على الدستور، انها تناقش الحكومة اليوم بعد 24 ساعة؟ مدام فادر تفضل جاوب سيد جمال وبعد نجيك. نوضح حركة وفاء مش ما صوتش على الدستور، اللي ما صوت سي رؤوف العيد، رؤوف العيد احتفظ، وهناك نائب معناتها رفض التصويت. بالنسبة للكتلة صوتت، واحنا باركنا للشعب التونسي بهذا الدستور وفرحانين به الدستور، نعرفوا اللي احنا ماهوش دستور باش يرضي الناس الكل، اما على اساس المحاور اللي لكن رئيسكم رئيس الحركة احتفظ، وعنده علاش احتفظ، نحترموا رأيه، مش معناتها رئيس الحركة احتفظ معناتها حركة وفاء كلها ماهيش قابلة الدستور. لا يمثل حركة وفاء، لا يمثل حركة وفاء، هو طرف ما حركة وفاء. شنو موقفها؟ انت حركة وفاء، هو اولا 9 نواب في حركة وفاء، هذه من ناحية رئيس حركة وفاء. رئيس حركة وفاء هل هو يمثل حركة وفاء؟ طبيعة الأمر يمثل حركة وفاء، هو قيادي في حركة وفاء، وهو صوت من معناتك حتى كان نحضر في اجتماع هو صوت من ضمن الأصوات. احنا في حركة وفاء باش نوضحوا نقطة، رانا مناش قزرنا معناتها اللي احنا عنا فما ديمقراطية داخل الحركة، معناتها ينجم يكون رئيس الحركة عنده موقف، النائب نتاعو عنده موقف، القيادي نخيط على الموقف الرسمي، الموقف الرسمي بالنسبة للحركة وفاء
وفاء احنا مصدقين على الدستور موافقين عليه ورغم بعض التحفظات اما نعرفوا اللي هو الدستور مش باش يفرح الناس الكل وباش يكون اما على مستوى المحتوى واللي النسخه النهائيه كي نقارنوها بنسخه جوان اللي تعدى هو بطبيعه الحال هو الدستور توافقي هو الدستور هو يوم تاريخي احنا نعتبروه هذاك يوم التصويت هذا هو موقفنا دونك حركه وفاء موقفها مختلف عن موقف رئيس حركه وفاء رئيس الحركه احتفظ سعد الروفي رئيس حركة وفاء احتفظ على الدستور وعبر على احتفاظ الدستور من أجل نقاط معينة لم تدرج في هذا الدستور واضح مدام فيدر وإحنا بيدنا عنا تحفظات أما إجمالا كي ننظروا له الدستور إجمالا وكموقف شامل إحنا مصدقين على الدستور هذا موافقين عليه على كل جمال عارفة باش تستنانا شوية كيف كيف بعد نعطيك فرصة وأنه باش تعاقب على كلام مدام فيدر السي نعمان ولكن بعد هذا الفاصل الإشهاري